التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، حيث يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وهو شوطنا ايضا الثالث في تعداد الاشواط الخاصه بمنافسه الابكار الى المقدمه والى الصداره الاولى. وهنا على المقدمه صبا اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، يضمنها مسري بسالم العرطي الحميري، بينما النقله الى المركز الثاني. الى المركز الثاني واجدون القدوم على ثاني المراكز من دره مايد بن محمد البريش المري، يتقدم هذا بن حلفان المركز الثالث. المركز الثالث ارى الوصول من الشايبه لهجنسي حسلم، يضمنها سعيد بن سالم علي نبي، بينما في المركز الرابع. المركز الرابع اتابع الوصول اتابع الانطلاق، هذا الشعار شعار مشاهدينا الكرام يحمر 35، وهذا شعار اسمه الشيخ سيد بن محمد انا هياي اذا صح تعبيره، محمد ليديلي، محمد بن سالم ليديلي اذا صح التعبير، يضمر بان ليش ليس مدون معي في كشف التسجيل، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس. المركز الخامس هذا اللي غادم الان، هذه الزعفران اللي اسمه الشيخ سيد بن حمدان رايد المكتوم، سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما في المركز السادس. المركز السادس هنا الضبيه الخليفه بن سالم سعيد بن حلوكه على المركز السادس، بينما في سابع التحديات. المركز السابع هذه الان تقدمت ووصلت مشاهدينا الكرام اللي هي ظن محمد بن عبد الله بطير العامري على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز بجد هنا سراب السلطان بن عبد الله بشر الخاطري على المركز الثامن، بينما في تاسع التحديات هذه نشوه لراشد بن محمد راشد الشاوي الغلي، وعاشر المراكز في المركز العاشر اللي هي ام الضبا لثاني بن عبيد بن كديده البلاسي تتقدم على المركز العاشر. هذه هي النتيجه، وهكذا ندائنا للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات. عوده من جديد الى المقدمه، عوده الى الصداره. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية. وهنا على المقدمة على المركز الأول وتابع التحدي من الشاهينية، شاهينية اسمه الشيخ سيد بن محمد آل نيار، محمد بن سالم، محمد بن سالم اليديلي يضمرها ويتابعها، والملكية تعود لاسم الشيخ زايد بن سيد بن محمد آل نيار. المركز الثاني، المركز الثاني اشوف
الوصول من قبل زعفران اللي اسمه الشيخ سيد الحمدان رايد المكتوم سيد محمد بن خلفان بن حزيم يضمرها ويتابعها، بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث اشوف اللي واصل هذه هي دره لمايد بن محمد بن حلفان المري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام المركز الرابع، المركز الرابع هذه صبا لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم يضمرها مثري بن سالم بن العرطي الحميري، ولكن عوده من جديد إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى الإثارة، إلى التحديات. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. الشاهنية، الشاهنية على الصدارة، الشاهنية على المركز الأول لاسم الشيخ زايد بن سيف بن محمد النيان، محمد بن سالم اليديلي يضمرها ويتابعها، ولكن بن حزيم حاشر اليوم، حاشر بهذه النوعيات ما شاء الله وتبارك الله، يقدم زعفرانه شوطين انتزعها وعينه على النقطة الثالثة لاسم الشيخ سعيد بن حمدان راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن غلبان بن حزيم البلاسي يضمرها، ولكن الشاهنية، الشاهنية راحت إلى الفوز، راحت إلى الانتصار. سلوم وتحية واحترام لاسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان على أداء الشاهنية وتقدمها نحو المقدمة والصدارة، ومشكور يضمرها مشكور محمد بن سالم ليديلي يتابعها بالتضمير، يتابعها بن النخار، مشكور على هذا الأداء الجميل اللي تحققه لنا الشاهنية ما شاء الله وتبارك الله، على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه نحو الصدارة ونحو المقدمة والمركز الأول. تهانينا وناموس لاسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، وتهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن النخار ليديلي اللي ضمرها وانتزعت الفوز والانتصار المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الأعزاء المركز الثاني ظن محمد بن عبد الله بطير، المركز الثالث زعفرانه لاسمو الشيخ سعيد بن حمدان راشد المكتوم. هكذا النتيجه التوقيت الزمني عطره 7 دقائق 48 ثانيه. تهانينا والناموس للجميع.